تتواجد اليوم رفضا للسياسات الأمريكية الرامية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية برمتها. نحن اليوم هنا لنقول لا كبيرة في وجه الإدارة الأمريكية وفي وجه كل من يعادي وينتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني. مسؤولية الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي وليست منا من أحد. إذا أراد اليوم المجتمع الدولي أن ينهي قضية اللاجئين الفلسطينيين عليه بتطبيق قرار 194 الذي ينص نصا واضحا وصريحا على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها. حتى لا أطيل عليكم، هنا اليوم كل من يقف في هذه الساحة قادر على أن يقول لا من كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية. اليوم نستطيع أن نقول لا كبيرة في وجه إدارة الأمريكية التي تريد إذلال شعبنا الفلسطيني من مخيم البقعة والوحدات، من إربد ومن الجنوب، من كافة أماكن تواجدنا، من قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان. كل الشعب الفلسطيني اليوم يقول لا صفا واحدا متماسكا رفضا لهذه السياسة الرعناء. باسمكم جميعا سنبدأ الآن هذه الفعاليات. المخيم للشرفاء، رمز الثورة والعطاء، رمز الثورة والعطاء. احنا بنرفض الاستسلام، احنا بنرفض الاستسلام. ما تعودنا الاستسلام، ما تعودنا الاستسلام. زمن الذل ولا وراح، زمن الذل ولا وراح. وزمن الذل ولا وراح، زمن الذل ولا وراح. والتصميم اقوى سلاح، والتصميم اقوى سلاح. ديروا النار بهالخيام، ديروا النار بهالخيام. وعدوا العدة للصدام، عدوا العدة للصدام. قولوا قولوا من عمان، قولوا قولوا من عمان. قولوا قولوا من عمان، قولوا قولوا من عمان. حق العودة للأوطان، حق العودة للأوطان. العالم يصحى، لا تعويض ولا توطين، لا تعويض ولا توطين. بدنا العودة لفلسطين، بدنا العودة لفلسطين. يا جمهور المنكوبين، يا جمهور المنكوبين. قولوا لا للتوطين، قولوا لا للتوطين. ألف سداس مكتوب على المسدس، وحق العودة مقدس، حق العودة مقدس، وحق العودة مقدس، حق العودة مقدس. ودم الشهداء بيسأل دمي، دم الشهداء بيسأل دمي، ودم الشهداء بيسأل دمي، ودم السلمي. والحل السلمي ماله أساس، الحل السلمي ماله أساس، الحل السلمي ماله أساس، الحل السلمي ماله أساس. العين بالعين والرأس بالرأس، العين بالعين والرأس بالرأس، العين بالعين والرأس بالرأس، العين بالعين والرأس بالرأس. وكلمة حقه صريحة، كلمة حقه صريحة، كلمة حقه صريحة، كلمة حقه صريحة. وادي عربة فضيحة، وادي عربة فضيحة، وادي عربة فضيحة، وادي عربة فضيحة. وكام ديفيد فضيحة، وكام ديفيد فضيحة. وعلا يا بلادي علا، وعلا يا بلادي علا، وعلا يا بلادي علا، وعلا يا بلادي علا. الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. وعلي الصوت شوية، وعلي الصوت شوية، وعلي الصوت شوية، وعلي الصوت شوية. ويا ربع الفدائية، يا ربع الفدائية، يا ربع الفدائية، يا ربع الفدائية. فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية. وطاق طاق طاقية، طاق طاق طاقية، وطاق طاق طاقية، طاق طاق طاقية. وباعوها الحرامية، باعوها الحرامية، وباعوها الحرامية، باعوها الحرامية. بدولارين بدولارين، دولارين بدولارين، دولارين بدولارين، دولارين بدولارين. وباعوا الأقصى والحرمين، باعوا الأقصى والحرمين، وباعوا الأقصى والحرمين، باعوا الأقصى والحرمين. بدولارات بدولارات، دولارات بدولارات، بدولارات بدولارات، دولارات بدولارات. وباعوا الأقصى هالعرصات، باعوا الأقصى هالعرصات، وباعوا القدس هالعرصات، وباعوا القدس هالعرصات. نرفض مشاريع ما يسمى
الغربي بصفقة القرن. نرفض كافة المشاريع المطروحة على الساحة. إن اصطفاف القوى الرجعية والإمبريالية والصهيونية في خندق واحد لمواجهة شعبنا لم تخيفنا. إن تضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية على مدى عشرات السنين نجحت بالتصدي لأعتى مشاريع الإمبريالية والصهيونية، وهي قادرة في هذا اليوم وفي هذه المرحلة قادرة على رفض هذه المشاريع والتصدي لها، قادرة على قبر هذه المشاريع. لم تقدم جديد الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب، فهي استمرار لنفس النهج الذي بدأ منذ أكثر من 50 عاما، بل نقول أكثر من 70 عاما حين بدأت النكبة. وبالتالي عندما صمد شعبنا في أوائل الخمسينات ضد سياسات التوطين في الأردن وفي قطاع غزة وفي مختلف المناطق، سيصمد في هذه المعركة أيضا وسيدفن كافة المشاريع الإمبريالية الصهيونية. إن شعبنا يخوض المعارك تلو المعارك في مختلف بقاع الأرض الفلسطينية، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي أراضي 48 المحتلة منذ عام 48، يخوض النضال للتصدي للمشاريع الإمبريالية والصهيونية.